السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. يتعلم الطفل ما يراه ويصدق ما يسمعه، ولذلك فإن الأسرة هي المسؤولة عن غرس القيم والمبادئ للأبناء. فإذا كانت الأسرة مفككة فذلك يؤثر على الأبناء وتصبح نشأتهم الاجتماعية ضعيفة. أما إذا فقد الابن أسرته فذلك ما يحدث. وبيبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع المراهق ويل هوكنز، وهو بيجري وفي إيده الجيتار بتاعه وبيجري وراه شرطي لحد ما ويل تعب وتم القبض عليه. وفي مركز خدمات الأطفال والعائلات مارك بيقول له انت سرقت عربية شرطة، انت متخيل ان في خلال 6 سنين نقلتك لسبع مدارس و22 بيت؟ ويل ما كانش مهتم باللي بيقوله مارك، لكن مارك قال له المرة دي الموضوع مختلف يا ويل، المرة دي هيتم ايداعك في الاصلاحية. ويل حاول يعترض لكن مارك قال له الموضوع مش في ايدي دلوقتي، انا عارف ان الوضع صعب من بعد وفاة اهلك، وعارف انك شاب ذكي وموهوب، لكن الموضوع خرج عن السيطرة. ويل طلع صورته وهو صغير مع باباه ومامته وبيفتكرهم وبيحس بالحنين ليهم. وهنا بتوصل كريستين وهي من الأسر الحاضنة في المركز، ومعاها ابنها جورج اللي دخل وقدم نفسه لويل، وبتعرض عليه كريستين انه ينضم لمخيم صيفي معاهم بدل الإصلاحية. ويل لما رفض مارك قال له تمام يبقى نحول أوراقك للإصلاحية، فبيتراجع ويل عن موقفه وبيوافق انه ينضم ليهم. وهنا بيرحب بيه جورج تاني واللي كان واضح عليه انه شاب مرح، وبينتقل معاهم ويل للمخيم وسط أجواء غنائية ومرح. وهنا بيشوف إيفري فبيتعرف عليها وبينضم ليهم شون وفرقته الموسيقية. جورج بيعرفهم ببعض وهنا بيسألهم شون انتوا تعرفوا بعض منين؟ فرد عليه ويل بسرعة وقال له احنا قرايب ولاد عم وباجي هنا زيارة في الصيف. جورج بيأكد كلامه وبيقول لهم ايوه احنا ولاد عم. وفي المكتب بتعرض كريستين ملف ويل على فابيو المسؤول عن المخيم اللي حس بالقلق جدا بعد ما قرى ملفه، وبيسألها هو فعلا عرض مدرسته الثانوية للبيع على الانترنت؟ لكن كريستين قدرت تطمنه. جورج خد ويل لأوضته الجديدة، وهناك كان جورج متضايق انهم كذبوا وقالوا لباقي زمايلهم انهم ولاد عم. اما ويل فقدر يغير الموضوع لما سألوا عن بنت كانت قاعدة بره. جورج قال له اسمها بريسلي ومن ضمن الطلبة المتفوقين، وكان بيحكي عنها وكان واضح عليه اعجابه الشديد بيها. ويل بيسأله بعد كده عن إيفري، لكن جورج قال له ما تفكرش حتى فيها لانها مستحيل تعجب بشاب سرق عربية شرطة، وكمان والدها صاحب المكان اللي فيه المخيم ده. ويل شاب طايش ومستهتر ومهتمش بكلامه، وبدأ يقنعه ويطلب منه يساعده علشان يساعده هو كمان مع بريسلي، ودي كانت نقطة ضعف جورج فبيوافق فورا. وبيخرجوا بعد كده للمخيم وبيروحوا لإيفري وبريسلي، وبيسلم عليهم ويل وبيبدأ يستلطف كلامه مع إيفري. أما جورج فكان خاول جدا برغم إعجاب بريسلي بيه. وبالليل في المجلس بيجتمعوا وبيقوم فابيو بتقديم الفقرة وتقسيمهم لفرق علشان يتنافسوا في الألعاب على مدار الأيام، وبيقدر جورج يوصي فابيو ومامته يضموا ويل لفريقه، وبيكملوا سهرتهم مع الغناء والتنافس بالغناء والتشجيع لفرقهم. وهنا بيلاحظ ويل ان شون معجب بإيفري. والصبح بيقوم جورج بدري وبيصحى ويل اللي قام من النوم وهو متضايق لانه بعيد عن المدينة، وبيفكر يهرب لكنه خايف علشان ما يرجعش للإصلاحية. وهنا جورج بيطمنه وبيقول له انا محتاجك علشان عرض المواهب، ساعدني افوز فيها وانا هساعدك تتقرب من إيفري. وفي وقت الغداء بياخد شون كرسي وبيحطه فوق ترابيزة وبيقول لعبة 5 دقايق شهرة، وبيبدأوا كل الطلاب في الضرب على الترابيزات للتشجيع. وهنا بيختار شون ويل يقعد على الكرسي. ويل حاول يفهم اللعبة لكن جورج طلب منه يروح وهو هيفهم، وفعلا بيروح ويل وبيقعد على الكرسي، وبيتفاجئ ويل انها عبارة عن لعبة اسئلة ولازم اللاعب يجاوب على كل الاسئلة اللي بيسألوها، وبيقدر ويل يجذب الانتباه بإجاباته الذكية والمثيرة. وبينادي عليه فابيو وبيخرج معاه لبره وبيقول له ويل انا مبسوط انك انضميت لينا، تعرف ايه افضل جزء عندي بعد اسبوع التخييم؟ ان حد يكتشف انها تجربة غيرت كل حاجة بالنسبة له. بيقول له حاجة اخيرة كمان يا ويل، اتمنى ما تعرضش المخيم بتاعي للبيع. وبيخرج جورج وبريسلي وإيفري، ولما ويل عرف ان إيفري بتحب البالون قال لها انا كمان بحب البالونات جدا لدرجة ان احيانا اصدقائي بينادوني بسيد البالونات. وبتبدأ فعاليات المسابقات في اليوم الاول بمسابقة رمي القراط بين فريق شون وفريق إيفري وبريسلي، وبيتم إخراج كل لاعبي فريق إيفري ما عدا بريسلي ضد 3 لاعبين من فرقة شون، وبيقرر شون هو وفريقه يرموا الكرات مرة واحدة. ولما جورج شاف ده بيجري وبيرمي نفسه قدام بريسلي لكنه ما شالش عنها ولا كورة، وبتتصاب بريسلي في عينيها.
وتاني يوم الصبح بيخرج ويل بدري عند البحيرة وبيعزف بجيتاره وبيغني، وبتفاجئه إيفري وهي بتقوله الأغنية جميلة وبتعبر عن إعجابها بالأغنية والكلمات، فبيسألها أنت ليه خرجت بدري؟ قالت له الموضوع شخصي شوية، وعرضت عليه يروح معاها، وفعلا خدته لحديقة صغيرة وقالت له كل سنة لازم أجي هنا، ده كان مكان ماما المفضل قبل ما تتوفى من 11 سنة. وفتحت قلبها لويل وبدأت تحكي له عنها. ويل نظرته لإيفري اتغيرت من شخص عايز يتسلى لشخص صادق، ولما قالت له عرفني بيك أكتر، وده السؤال اللي كان دايما بيبقى صعب على ويل، فقال لها إنه بيعيش في نيويورك مع أخوه الكبير وبيرجعوا للمسابقات ومباريات كرة القدم ومسدسات الطلاق مع اجتهاد ويل علشان يفوز قدام إيفري المعجب بيها. وبالليل في المجلس كل واحد بيقف ويقول كلمة، ويل لما وقف كان بيمدح في جورج قدام بريسلي وبيحاول يحسن صورته، وبدأ ويل وإيفري يتواصلوا مع بعض، لكن ويل إعجابه الحقيقي بإيفري بيزيد، فبيقرر ويل إنه يقول لها الحقيقة، لكنها قطعته وطلعت للبيت ورجعت بصورة ليهم من المسابقات. ويل ما كملش كلامه وما حكاش لها حاجة، وهنا بيشوفوا شون اللي حس بالغيرة لأنه معجب بإيفري هو كمان. ولما رجع ويل لأوضته مع جورج كانت كريستين بتنظف الأوضة، ولما شافت صورته مع أهله طلبت تشوفها، وكانت بتشجعه وبتديله الدعم المعنوي، وده كان بيفرق جدا مع ويل. وفي نص الليل بيتسلل شون لمكتب فابيو وبيدور على الملف الخاص بويل علشان يعرف عنه كل المعلومات. وتاني يوم بيرجعوا لفعاليات المسابقات، ويل وجورج قاعدين مع فريقهم المتقدم وبيحمسوا بعض قبل بدء المباراة، وهنا بيدخل شون وبيطلب يتكلم مع ويل على انفراد، بيقول لويل انا عرفت كل حاجة عنك، تخريب وسلوك غير منضبط وسرقة عربيات، انت لازم تقول لإيفري الحقيقة يا اما هقول لها انا بنفسي. ويل ملامحه اتغيرت وقال له تمام ومشي في اتجاه اوضته. جورج كان واقف وشايفهم فبيروح لإيفري وبريسلي وقال لهم ان شون اتكلم مع ويل كلمتين، لكن ويل بعدها اتغير تماما ورجع لاوضته. فبيروحوا جورج وإيفري وبريسلي لشون وبيسألوه انت قلت ايه لويل؟ شون قال لهم ويل شخص غير اللي بيدعيه، واسألوا جورج ابن عمه وبدأ يحكي لهم كل حاجة عنه. اما ويل فكان بيلم شنطته وقرر ينسحب بعد ما اتأكد انه ما يقدرش يهرب من ماضيه، وانه هيفضل انسان منبوذ مكان ما يروح بسبب ماضيه وظروفه المؤسفة، وفعلا بيهرب من المخيم وبيخرج للطريق. وبنفس الوقت كانت إيفري جريت على أوضته علشان تشوف، لكنها اتفاجئت إنه ساب المكان ومشي وساب صورتهم سوا، فبتروح لفابيو اللي بيتضح إنه باباها وبتطلب منه مفاتيح العربية، وبتخرج على الطريق وفعلا بتلاقي ويل لسه ماشي على الطريق، فبتنزل وبتحاول تقنعه يرجع وإنها تعرف كل حاجة عنه وإن ده مش مهم، لكن ويل شاف مشاعرها مجرد تعاطف معاه فرفض إنه يرجع، وقال لها إنه مش ذنبه إنه ملوش أهل يهتموا بيه، وبدأ يعترض على قدره في الحياة وقال لها ما تتظاهريش إنك تم بيا، واصر انه يكمل في طريقه. إيفري زعلت من كلامه فطلعت صورتهم سوا مع جورج وبريسلي وقالت له خلي الصوره دي معاك وما ترجعش، وسابته ومشي. وبالليل في المجلس مع عرض المواهب وكل الطلاب بتستعد لعرض المواهب الاخير، كانت إيفري بحاله سيئه وكمان جورج وبريسلي كانوا زعلانين ان ويل مشي. إيفري حالتها بتسوء اكتر وبتفكر في الموضوع، لكنها بتتفاجئ بويل واقف وراها وبيقول لها انا اسف وبشكرك انك خرجتي ورايا، وبيرجعوا من تاني مع بعض بعدم الاهتمام بماضي او ظروف حد فيه. وبيبدا عرض المواهب لجورج مع ويل باغنيه لا اريد الرحيل ابدا، واللي كانت بمثابه معجزه في عرض المواهب على مر السنين، وبيفوزوا فريق جورج وويل بالمسابقه بلا منازع، وبتضيع كل جهود شون في ايذاء ويل وبيكون هو الخسران الوحيد بالمكان. وبينتهي اسبوع المخيم وبيستعدوا الطلاب علشان يرجعوا لبيوتهم، وهنا بيقف شون بعد ما حس بذنبه وبيبارك لويل وجورج على المكسب المستحق، وبيعتذر لويل على تصرفاته وبيقول له كنت بحاول اكسب قلب إيفري لاني كنت معجب بيها، فبيسامح ويل. وبرغم انه كان اسبوع فارق جدا في حياة ويل زي ما توقع فابيو، لكن ما زال ويل بدون مأوى علشان يتفاجئ بكريستين بتقول لهم انا قررت انك تيجي تعيش معانا في البيت مع جورج كاخوات، فبيحس ويل بفرحة عارمة وبتقوم كل الطلاب برقصة غنائية بعد ما بقت كل الامور باحسن حال. ويل الشاب الطايش اتحول لإنسان اجتماعي بمجرد إنه عاش أسبوع وسط أشخاص بيحبوه وبيدعموه. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.